السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد زواقة ديال العقاد الجكر. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو المسمار، ونحتاجو الإبرة، ونحتاجو الخيط والمقص وعقدة. هاد العقدة كما كتشوفوها هي اللي ديجا وريتكم في واحد الفيديو، غير هذيك اللي وريتكم في الفيديو درتها هي هذه، هي هاد العقدة. ها هي كما كتشوفوا درتها بهذه الموردة من الفوق وزوقتها من الجناب، وهذه لا. شوفوا الفرق بيناتهم، هذه درتها بعقدة جاكار العادية. لرؤية الفيديو غادي تلقاو الروابط تحت الفيديو. مع قطعوا الخيط، هنا درت العقدة بيض بالخيط الابيض وغنزوقها باللون الاحمر. انا هنايا من بعد ما قطعت الخيط، بالنسبه لهذا الخيط هو مبروم على جوج اللي غنزوق به، وهذا اللي خدمت به مبروم على ربعه. باش تشوفوا الطريقه ديال البريم شوفوا كذلك، غتلقاو الرابط ديالها اسفل الفيديو مع طريقه عمل الجكر العاديين والجكر المورده من الفوق مزوقه، باش تعرفوا كيفاش صايبنا هذه. عفوا، ها هي. دابا بسم الله على بركة الله غادي نبداو في الزواق. غادي نخشيو الخيط في البرة. بالنسبة للبرة هنايا، البرة ديال العقد كتكون عندنا ها هي كما كتشوفوها مقماش من الامام. اذا ها هي نبداو دابا على بركة الله. بسم الله نديرو الخيط هكا باش يطلق لينا. بالنسبة لهاد الخيط راه ضروري خصو يكون مفور باش نخدمو به على راحتنا. ها هي بسم الله. نتمنى تكون طريقه واضحه والشرح ديالي يعني كيوصلكم مزيان وكتستافدوا منه. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصلوا بكل جديد. نخشيوه كما شنا خشيناه فوق هاد الثلاثه اللي كاينين لتحت. بسم الله على بركه الله. ونبداو دابا، خرج لي الخيط من البره نعاود ندخلو، حيتاش الخيط مبروم غير على جوج صغير. نجيو دابا كما شنا دخلنا الخيط من فوق هاد الثلاثه، بدينا من تحت وخرجنا من فوق هاد الثلاثه. دابا نبداو نزوقو، غندوزو لهادو بسم الله وندخلو من الفوق لتحت بهاد الطريقه. بسم الله ندوزو لوحده اخرى اللي فوقها نفس الشيء. هذه كذلك اللي فوق منهم الثالثه. بالنسبه لهاد العقده انا عمرت هنايا بستة. ها هي الثالثه كذلك نفس الشيء. نبقاو غاديين حتى نكملوا السطر كله. هنا تتلوى لي الخيط، نفكو شويه. نطلعوا اللي فوق منها كذلك اللي فوقها، ونبقاو غاديين حتى نكملوا السطر. ديما كندخلوا البره من الفوق لتحت. اذا كما كتشوفوا الزواقه ديالنا ها هي بهذا الشكل، حتى نكمل غنبقى غادي بنفس الشكل حتى نوصل لهنايا. كما كتشوفوا هنايا مشيت مع نفس السطر اللي ها هو. دابا اخر وحده غادي ندوز كذلك، نطلع ندخل الخيط من الفوق لتحت، ودابا نمر للجهه المقابله. عندنا هنايا ها هي المقابله ليه، وندخل الخيط بنفس الشيء من الفوق لتحت، ونبقى ثاني غاديه. نتمنى الطريقه تكون واضحه لكم، راه سهله بزاف. كما سبق لي قلت لكم اصعب حاجه في العقاد ديال الجكر هي الشبكه. ان فوا كنعرفوا نديروا الشبكه ما باقي كله سهل. نبقاو غاديين كذلك من الفوق لتحت وحنا كنزوقو حتى غنكملو هاد السطر. اذا كما كتشوفوا هنايا كملنا هاد السطر، ها هوايا
دابا غادي ندخلو من هنايا بسم الله ونخرجو في هذا الاتجاه اللي كاين هنايا. غادي ندخلها من هنا باش تجيني سهله، ولا تيتلوى لينا الخيط كما قلت لكم غادي نفكوه بيدينا ونعاود ندخلها من هنا باش تخرج ليا من هنايا. اذا ها هي كما كتشوفوا، نتمنى الطريقه تكون واضحه. ونبداو نفس الشيء، غادي ندخلوا البرا من نبداو ندخلوا الخيط من الفوق لتحت، وحنا غادي كنزوقوا تنكملوا هذا السطر. وملي تلوى لينا الخيط نفكوه شويه بيدينا بهذه الطريقه. اذا هنايا زوقت هذا الخط، هذه اخر وحده غندخل فيها بسم الله، ندخلو من الفوق لتحت وندوز دابا للجهه المقابله معاها اللي هي هذه، ونبدا نفس الشيء ندخل من الفوق لتحت وانا غدا كنزوق. خرجت لي هنايا البرا، نعاود ندخلها. اذا من ديما من تحت لفوق، تنكملوا هذا السطر كله. اذا هنايا كملت هذا السطر ديالنا، هذه اخر وحده غندخل فيها الخيط بسم الله. عفوا، ندخلوا من هنا ونخرجوا من هنا دائما من تحت لفوق، ونجيبوا ندخلوا من هنايا من تحت هذه البلاصه هاد الثلاثه الاخرين ها هما، ونخرجوا الخيط من تحت بهذه الطريقه صافي. ونجرو، ها هي تفينات لينا العقده. نقادو شويه هادو هنايا، نقطعو هاد الخيط الزائد. اذا متتبعينا الكرام، ها هي النتيجه النهائيه، ها هي عقده الجاكار مزوقه. نتمنى ينال الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتكونوا استفدتوا منه وتكون طريقه واضحه لكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه باش توصلوا بالجديد، كذلك زياره موقع www.wasfanet.net، وكذلك ما تنساوش عمل جيم لصفحتنا على الفيسبوك وعمل جيم للفيديو. الى فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.